هو كل المحتوى الخارجي يدفع باتجاه أن لا استقرار في هذه المناطق ولا استقرار في العراق بالمجمل. طيب لكن لماذا ننسحب لهذا الحوار؟ لماذا نطاوع الأجندة الخارجية ونحن يعني خضنا تجربة 17 عام، اليوم دخلنا بال 18 عام وفي مفترق طريق أمام تجربة ديمقراطية ممكن أن تكون نقطة تحول في التاريخ السياسي العراقي؟ يعني أعتقد أنه المادة 140 تحتاج إلى حوار معمق، يعني مو فقط لأنه الشيعة يحكمون، لا، لأن كل ضاغط الفاعل السياسي الخارجي متدخل في هذا الموضوع، لا يسمح للكرد بامتلاك كل حدوده وأن يمتلك مساحة أكبر مما هو عليه باعتبار أن هذا يضر بمصالح القومية، إن كان تجارة تركيا، إن كانت تجارة سوريا، وإن كانت تجارة إيران وآخرون يلعبون على وتر أن النظرة القومية يجب أن تستمر لأجل يعني تأجيج هذا الصراع. خلنا نبتعد شوية من الصراع، نذهب باتجاه الاتفاق والحوار. الأخوة الكرد دائما